يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته اليوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو الجاري، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.